بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. معكم حسن المسجد الشرعي. نهنئ أنفسنا جميعا وأهنئ جميع هواة مجال جمع العملات المعدنية والعملات الورقية، وكذلك البحث على المفقودات المعدنية. هذه الهواية اللي كانت كتحتاج إلى التأطير والتنظيم، والحمد لله بعد إجراءات وسلسلة ماراثونية من الاجتماعات والتواصل مع الكثير من المهتمين والهواة بهذا المجال، سواء هنا بمدينة طنجة أو بتطوان بالشمال أو في كثير من المدن المغربية، ارتأينا وأننا نأسس واحد الهيئة أو ما يسمى بواحد الإطار تنظيمي لغاية ننظم هذه الهواية، لأنها تحوم حولها الكثير من الشبهات والمغالطات. حاولنا بفضل الله تعالى وبواحد القانون الأساسي الذي ينظم عمل هذه الجمعية، حاولنا أننا نقوم بهذا النشاط في إطار قانوني، وكذلك نزيح على هذه المغالطات الكثيرة التي تحوم حول هذا المجال. وبالتالي جاء اليوم هذا العرس الجمعوي الكبير اللي كنهنئ فيه أنفسنا جميعا وكنهنئ جميع المهتمين بهذا المجال، أننا قمنا وأسسنا في هذا الجمع العام التأسيسي المبارك، وخرج هذا المكتب اللي الحمد لله الإجماع ديال جميع المؤتمرين في هذا الجمع المبارك كان حول شخصي، وهذا شرف كبير وفي نفس الوقت هو تكليف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للقيام بهذه المسؤولية الجليلة. وكذلك تم اختيار مكتب من الأطر الكبيرة ومن المهتمين بهذا المجال، وأشكر كذلك أشكر الجهاز الصحفي اللي قام بالمواكبة ديال هذا العرس الجمعوي المبارك. نعم، هي أهم الأهداف اللي هناك تقريبا في القانون الأساسي مدرج 14 هدفا، ولكن الأهداف الكبيرة جدا بصفة عامة هو تأطير وتنظيم هذا المجال هذا، وكذلك يعني وضع غطاء قانوني وإزاحة كما قلت سلفا الإزاحة للكثير من المغالطات التي تحوم حول المجال، لأن الكثير كاين الكثير ديال المغالطات. مثلا كل واحد مثلا وجدناه بكشف مثلا ديال المعادن، او وجدناه يبحث على بعض العملات النقديه والورقيه او بعض اللغه التاريخيه، كنصنفوها في مجال الكنوز والدفائن، وكذلك نسقط عليه بعض التهم كمثلا مساله النبش في القبور والبحث في بعض الاماكن الاثريه الخصوصيه. ولكن حنا جينا باش ناكدوا للناس ان الهوايه ديال جمع النقود او جمع العملات المعدنيه والورقيه والبحث على المفقودات المعدنيه خاصه على ضفاف الانهار وفي الشواطئ وفي بعض الاماكن الجبليه هي بعيده كل البعد عن مساله الكنوز، وحنا لا علاقه لنا بهذه المساله. ولهذا الاهداف الكبيره بصفه عامه هو التأطير والتنظيم لهذه الهوايه والتعريف بها عند العموم. نعم، الجمعية الحمد لله هي جمعية، أولا جمعية وطنية، يعني بإمكانها أنها تفتح فروع على الصعيد الوطني، وكذلك جمعية يعني يسهل الانخراط من خلال يعني الاطلاع على القانون الأساسي، يسهل الانخراط فيها ولجميع الشرائح المجتمع الحق في الانخراط في هذه الجمعية. وكذلك هناك أنشطة إن شاء الله تعالى مباشرة بعد الإيداع الملف القانوني ديالنا، هناك أنشطة تواصلية مع جميع الهيئات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في هذا الإطار من أجل التعريف بهذا بأنشطة الجمعية والأهداف ديالها. وأؤكد وأجزم حسب الاطلاع ديالي على النسيج الجمعوي الوطني المغربي أن هي من الجمعيات القلائل في هذا المجال. وأشكر هنا، أود أن أقدم رسالة الشكر إلى السلطات المحلية خاصة هنا بمدينة طنجة التي فتحت لنا المجال من أجل كذلك يعني السهر معنا في جميع المراحل ديال التأسيس ديال الجمعية حتى وصلنا إلى الجمع العام التأسيسي، من أجل يعني إعطائنا المجال القانوني وفسح المجال للتنظيم والتأطير ديال الهواية. قررتم البدء والعمل في هذا في مثل هذه المباراة
المبادرات ومتى؟ يعني باش يقدر يكون شي نشاط مور هاد الجمع العام. طبعا حينما نتحدث على الجمع العام التأسيسي كتصبح ان الجمعيه الان من ناحية القانونية الآن هي قانونية على في مسألة ديال الأوراق، ولكن على أرض الواقع حتى كنتوصلوا بالقانون بالوصل الإيداع القانوني سواء المؤقت أو الوصل الإيداع النهائي. الوصل الإيداع النهائي كيكون هو كإشارة أو كمؤشر أول لانطلاق الأنشطة ديال الجمعية. طبعا الجمعية الأنشطة ديال الجمعية ابتدأت منذ مدة، يعني احنا قلنا أن الحضور ديالنا اليوم في هذا العرس هذا وتأسيس هذا المولود المبارك يعني هو جاء نتيجا واحد السلسلة ماراثونية من الاجتماعات ومن الأنشطة وغير ذلك، وبالتالي هناك كانت يعني كل واحد كيمارس الهواية دياله، ولكن بغينا أننا تصبح هواية مؤطرة منظمة بشكل قانوني تحت واحد الغطاء قانوني. طيب سؤال أخير، هل يمكن الخروج معكم في إحدى النشاطات لغير المنخرطين؟ هذا شيء يفرحنا. نعم، الجمعية للجميع، الهواية للجميع، الهواية للجميع. لا يمكن لأي كان في إطار الحرية العامة أن يقيد حرية شخص ما سواء كان منتمين إلى الجمعية أو غير منتمين إلى الجمعية. الجمعية هو عمل اجتماعي بصفة عامة، هي جمعية اجتماعية بالدرجة الأولى. نرحب بالجميع ونرحب بكم كجسم صحفي. شكرا. تحياتي يا سيدي وشكرا. إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، معك سي محمد أشرف هاني الكاتب العام للجمعية الرابطة المغربية لهواه جمع اللغة التاريخية والاستكشاف والمحافظة على الآثار. بداية كنشكر الناس اللي وضعوا الثقة فينا وصوتوا علينا باش احنا معكم هذا النهار هذا، وكنتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. وكنشكر السيد الرئيس السي حسن المزقلدي الشرعي اللي وضع فينا الثقه واخترنا ككاتب عام للجمعيه، وشكرا. عندك فكره كيفاش جاتكم الفكره ديال تاسيس؟ احنا شباب اللي كنا ديجا كنمارسوا هذه الهوايه يعني مع ناس وبشكل غير قانوني، وارتأينا ان خصنا نعدلوا واحد الغطاء قانوني اللي غنخدموا فيه نشتغلوا فيه جميع ان شاء الله. عندك شي درايه على الجمعيات اللي كاينين في هذا المجال هذا في المغرب كامل وعددها، وايضا واش هي نادره او موجوده بكثره؟ طبعا كاين واحد العدد الجمعيات على ما اظن في الغضون ديال واحد 20 جمعيه، وبحق كنظن بان احنا الجمعيه الوحيده اللي مهتمين بجمع العملات النقديه واللقى والمفقودات المعدنيه، وان شاء الله كنرتئي اننا نخدموا على شكل تنسيقيه مع جميع الجمعيات الوطنيه. نعم. عندكم شي تنسيق مع جمعيات وطنيه مغربيه او هنا محليا؟ الخطوه الاولى اللي غادي نشوفوا ان شاء الله اننا غنعملوا واحد تنسيق مع الجمعيات الوطنيه، وان شاء الله نخدموا اجمعين بشكل مشترك. الله يبارك فيك. نقدر على بركه الله بالتعريف باعضاء اللجنه التحضيريه. السيده فدوى احميدوش عامله، السيد محمد اشرف هاني صاحب شركه، السيد حسن المزقلدي الشرعي استاذ التعليم الابتدائي، السيد محمد الخطبي عامل، السيد الخليل الخطبي مستخدم، السيد عبد الرحيم علال ستيتو تقني متخصص. مجموعة من الفضلاء عندهم مجموعة من الأهداف من بينها وكما سيلي: العمل على ترسيخ ثقافة المحافظة وحماية كل مكونات الإرث التاريخي للوطن. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.